السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدارس القيروان النموذجية نطل عليكم طلابي الصف السادس للدرس الرابع لهذه الوحدة، وهو بعنوان الخليفة عمر بن الخطاب. سوف نتحدث اليوم عن أعمال عمر بن الخطاب أو الفتوحات التي تمت في عهد عمر بن الخطاب، ولكن بداية سوف نستذكر ما تم أخذه في الدرس السابق. تحدثنا عن نسب عمر وقلنا هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي، ولد بمكة. إسلامه طبعا كان من أشد الناس عداوة للإسلام، بعد أن سمع زوج أخته يقرأ القرآن شرح الله صدره للإسلام ودخل قلبه الإيمان. تحدثنا عن خلافته، اختاره أبو بكر الصديق في مرضه خوفا من وقوع خلاف بين المسلمين على الخلافة. تحدثنا عن لقبه وهو الفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. تحدثنا عن أعماله وهو وضع التقويم الهجري، أنشأ المدن الإسلامية الأمصار في البلاد المفتوحة، أنشأ الدواوين، وأيضا وضع نظام الحسبة، وأيضا استحدث نظام الشرطة أو العسس. اليوم بإذن الله سوف نتعرف على الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب. بداية، حقق الخليفة عمر بن الخطاب حركة الفتوحات الإسلامية التي بدأت في عهد أبي بكر الصديق. إذن أكمل الفتوحات التي أقام بها أبو بكر الصديق في بلاد الشام والعراق، وحقق انتصارات كبيرة. سوف نتحدث أولا عن الفتوحات في بلاد الشام. إذن بداية رح نتحدث عن أهم الفتوحات التي حدثت في بلاد الشام. أول معركة وهي معركة اليرموك. حدثت معركة اليرموك بالأطراف بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين الدولة الرومانية أو البيزنطية بقيادة الإمبراطور هرقل. طبعاً إذن الأطراف حدثت بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وبين الدولة الرومانية بقيادة هرقل. أين حدثت هذه المعركة؟ في سهل اليرموك، يقع في شمال الأردن. إذن في سهل اليرموك يقع في شمال الأردن، تحديداً في إربد. إذن حدثت في سهل اليرموك في شمال الأردن، تحديدا طبعا قرب إربد. أهميتها، تعد هذه المعركة من أهم المعارك الإسلامية لأنها أنهت الوجود البيزنطي في بلاد الشام. إذن أنهت الوجود البيزنطي في بلاد الشام. ما كانت نتائجها؟ انتصار المسلمين وهزيمة الروم. إذن انتصر فيها المسلمين على الروم. وأحكي لكم معلومة، إن الجامعة التي سميت بإربد بجامعة اليرموك هي عبارة تمت تسميتها نسبة إلى معركة اليرموك وتخليدا لها. إذن نسبة إلى معركة اليرموك وتخليدا لها. إذن أول معركة حدثت في الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب وهي معركة اليرموك بين المسلمين وبين البيزنطيين. الموقع في سهل اليرموك في شمال الأردن في إربد. أهميتها، تعد من أهم المعارك الإسلامية لأنها أنهت الوجود البيزنطي في بلاد الشام، وانتصر فيها المسلمين على الروم، وسميت جامعة اليرموك في محافظة إربد بهذا الاسم تخليدا لمعركة اليرموك. اثنين، في بلاد الشام حدث لدينا أيضا فتح بيت المقدس. تم فتح البيت المقدس بطريقة سلمية يا سادس، إذا لم تكن هناك معركة. تم فتح القدس بطريقة سلمية، لم يكن هناك معركة، حيث سلم البطريرك مفتاح القدس لعمر بن الخطاب. إذن حاصر المسلمون القدس يا سادس، فطلب رئيس الأساقفة البطريرك صفرونيوس تسليم مفاتيح القدس للخليفة عمر بن الخطاب شخصيا. فأرسل أبو عبيدة عامر بن الجراح وهو كان قائد الجيش إلى الخليفة عمر بن الخطاب ليخبله طلب البطريرك صفرونيوس طبعا. فوافق الخليفة وجاء بنفسه عشان يستلم مفاتيح بيت المقدس. طب لماذا جاء؟ ليؤكد على مكانة القدس عند المسلمين. إذا لازم يؤكد على مكانة القدس الدينية عند المسلمين، لأنها أولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين، وأرض الإسراء والمعراج. إذن كانت القدس مهمة عند المسلمين لأنها أولى القبلتين، ثالث الحرمين الشريفين، وأرض الإسراء والمعراج. وأيضا وصل إليها بعد رحلة طويلة لتلبية طلب البطريرك وتسلم مفاتيح القدس. ثم أقام في القدس عدة أيام، نظم أمورها يا سادس، وأمر ببناء مسجد فيها، فدخلت القدس تحت راية الإسلام. وكتب الخليفة عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس عهد أمان. إذن عهد أمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، لا تهدم، لا تسكن، ولا ينتقص منها شيئا، ولا يجبر أحد منهم على الدخول في الإسلام.
الإسلام، وسميت هذا العهدة بالعهدة العمرية. إذا سألتك ماذا فعل عمر بن الخطاب لأهل بيت المقدس؟ أعطاهم ما يسمى بالعهدة العمرية، وهو عهد الأمان كتبه عمر بن الخطاب لأهل الذمة اللي هم أهل القدس اللي كانوا ساكنين فيها، على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم لا تهدم ولا ينتقص منها شيئا، ولا يجبرون على الدخول في الإسلام. وقد قام زي ما حكينا عمر بن الخطاب بتنظيم أمور القدس وبناء مسجد، وأيضا دخل فيها الإسلام، وكتب لأهل بيت المقدس عهد أمان سمي بالعهدة العمرية. إذا فتح القدس بطريقة سلمية، حيث عندما حاصر المسلمون القدس بقيادة أبو عبيدة عمرو بن الجراح، طلب رئيس الأساقفة تسليم مفاتيح بيت المقدس لعمر بن الخطاب شخصيا. عمر بن الخطاب لبى النداء يا سادس، وجاء ليتسلم هذه المفاتيح ليبين أهمية ومكانة القدس عند المسلمين، لأنها أولى القبلتين، ثالث الحرمين، وأرض الإسراء والمعراج، وأعطى لأهل البيت المقدس العهدة العمرية. رح نتعرف الآن على فتح فتوحات التي حصلت في العراق وبلاد فارس اللي هي إيران حاليا. إذا فتوحات العراق وبلاد فارس، ما هي بلاد فارس حاليا اللي هي إيران؟ أول معركة حدثت القادسية. القادسية حدثت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص وبين الفرس بقيادة رستم. إذا حدثت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم، انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم قائد الفرس. إذن انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم قائد الفرس، ودخل المسلمون إلى المدائن وهي عاصمة الفرس. طبعا إذا دخل المسلمون إلى العاصمة هيك بكون حققوا انتصار كبير، لأنها إذا العاصمة سيطروا عليها خلاص سيطروا على جميع الدولة. إذن معركة القادسية حدثت بين المسلمين بقيادة سعد بن أبي وقاص والفرس بقيادة رستم، انتهت بانتصار المسلمين ومقتل رستم قائد الفرس ودخول المسلمين المدائن عاصمة الفرس. رح نتحدث الآن عن معركة نهاوند. حدثت معركة نهاوند بين المسلمين بقيادة النعمان بن مقرن وبين الدولة الفارسية طبعا، وحدثت في إيران. وأهميتها أنهت الدولة الفارسية، إذا أنهوا الدولة الرومانية في بلاد الشام وأنهوا الدولة الفارسية، وسقطت جميع مدنها في يد المسلمين. انتصر في هذه المعركة المسلمين طبعا. ثم الآن رح نتحدث عن فتوحات مصر بعد أن انتهاء من معركة اليرموك. إذا معركة نهاوند حدثت بين المسلمين بقيادة النعمان بن مقرن والدولة الفارسية، حدثت في إيران. أهمية هذه المعركة إنهاء الدولة الفارسية، وسقطت جميع مدن الفرس في يد المسلمين، وانتصر المسلمين في هذه المعركة. الآن سوف ننتقل إلى فتوحات مصر. إذا تحدثنا عن فتوحات بلاد الشام، طبعا فتحوا في بلاد الشام معركة اليرموك وبيت المقدس بطريقة سلمية. تحدثنا عن فتوحات العراق وهي معركة القادسية في العراق ونهاوند في إيران. تحدثنا عن الآن سوف نتحدث عن فتح مصر. فتوحات مصر حدثت بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص. إذا حدثت بين المسلمين بقيادة عمرو بن العاص طبعا، وأهميتها فتحها كان قوة للمسلمين لتأمين الوجود الإسلامي في بلاد الشام وحمايتها من الأسطول البيزنطي. إذا هم أمنوا طبعا في بلاد الشام عن طريق معركة اليرموك، ولكن كان هناك خطر يهددهم من مصر. الروم كانوا يحكموا مصر، كان هناك خطر طبعا بالأسطول البيزنطي، وهنا لهم في الفتوح القادمة في شمال أفريقيا عشان كمان يتقدموا إلى شمال أفريقيا. إذا فتحوا مصر رح يقدروا يتقدموا إلى شمال أفريقيا عن طريق مصر. انتهت طبعا بانتصار المسلمين وإعطاء أهل الذمة الأمان اللي هم الأهل اللي ساكنين في مصر. إذن الأطراف حدثت بين المسلمين وبين الروم في مصر بقيادة عمرو بن العاص للمسلمين. أهميتها كان إعطاء قوة للمسلمين، لأنه كان هناك خطر يهدد المسلمين طبعا بوجود الروم في مصر، وأيضا عشان يقدروا يصلوا إلى شمال أفريقيا من طريق مصر إذا أمنوها. انتهت بانتصار المسلمين. وبهذا نكون يا سادس قد تحدثنا عن أهم الفتوحات الإسلامية التي حدثت في عهد عمر بن الخطاب. الآن سوف نتحدث عن وفاته.
طبعا توفي عمر بن الخطاب غدرا حيث قام بطعنه أبو لؤلؤ المجوسي، بينما كان عمر بن الخطاب يؤم بالناس في صلاة الفجر، كان إماما يصلي في الناس في صلاة الفجر. طعنه عمر بن الخطاب طبعا على طعنه أبو لؤلؤ المجوسي طعنه لعمر بن الخطاب غدرا وهو يصلي الفجر وهو إمام في الناس. كان عهد الخليفة بن الخطاب حافلا بالإنجازات الإدارية والعسكرية التي ساهمت في بناء المجتمع الإسلامي. وبهذا نكون قد انتهينا لدرسنا لهذا اليوم، يعطيكم ألف عافية سادس.